الأولوية للحدث. وواردنا الآن هو بلغت نسبة الوفيات حتى الآن 44 حالة وفاة بسبب أو جراء حرائق الغابات التي اندلعت مؤخرا، والحمد لله أنه تم إخمادها في ولايتي الطارف وسوق هراس. وأرحب بالمقدم عبد القادر بزيو، رئيس مصلحة الإعلام والاتصال على مستوى قيادة الدرك الوطني. صباح الخير عبد القادر. صباح الخير سيدتي، وصباح الخير لكل المشاهدين. نعزي عائلات ضحايا 44 الذين قضوا في حرائق الغابات. عبد القادر، أنت كنت عائد من بالأمس على ما أعتقد من ولايتي طارف وعنابة وسوق هراس، احكي لنا كيفاش كانت. شكرا. إذا في البداية نعزي أنفسنا ونعزي أهالينا والجزائر في كل الولايات التي تضررت من هذه الحرائق. نترحم على شهدائنا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين إن شاء الله. بالفعل يعني بمجرد اندلاع أول شرارة للحرائق بتاريخ 17 أوت 2022، على مستوى قيادة الدرك الوطني تم تفعيل كل خلايا الأزمة من أجل متابعة هذه الحرائق نقطة بنقطة، خاصة بالجهة الشرقية للبلاد، حيث تم تفعيل خلية الأزمة بالقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة والولايات التي تضررت أو حتى الولايات المجاورة لهذه الولايات التي نشبت بها الحرائق. بلغ عدد الحرائق لحد الآن 49 حريق على مستوى 27 ولاية على المستوى الوطني. الوفيات للأسف 44 شخص متوفي رحمهم الله. عدد المصابين بالحروق متفاوتة الخطورة بلغ 181 شخص. فيما يخص يعني بالتفصيل ولاية الطارف هي الأكثر تضررا، حيث ارتفع للأسف عدد الوفيات إلى 36 شخص متوفي رحمهم الله بعد ما كان 33 بالأمس. ولاية سطيف امرأتان متوفيتان رحمهم الله، قالما وفاة واحدة، جيجل وفاة واحدة، وسوق هراس 5 وفيات. طيب كيفاش كانت عبد القادر، أنت كنت حضرت هذه المأساة، كيفاش كانت عبد القادر؟ حقيقة مأساة يعني فيما يخص مجهودات سواء الدرك الوطني أو وحدات الجيش الوطني الشعبي، الحماية المدنية، الأمن الوطني وحتى المواطنين. في البداية كانت المهمة الأولى وهي إخماد هذه الحرائق والتحكم فيها، ثم بعد ذلك إجلاء الضحايا وانتشال الجثث، حيث قام أفراد الدرك الوطني بمعية أفراد الحماية المدنية بانتشال هذه الجثث ونقلها إلى مختلف المستشفيات القريبة على غرار مستشفى الطارف، مستشفى القالة، مستشفى بالريحان، مستشفى بوثلجة، وكذا مستشفى عنابة، حيث تم وضع هذه الجثث هناك ونقل الجرحى والمصابين بحروق متفاوتة الخطورة إليها. بعد ذلك بدأ عمل الدرك الوطني في الميدان والمتمثل في عملية التعرف على الجثث، وما يخفاكمش هذه العملية يعني هي عملية صعبة، خاصة وأن جل الجثث كانت متفحمة يصعب التعرف عليها، وبالتالي تقدم أهالي هؤلاء الضحايا من أجل رفع عينات بيولوجية ومقارنتها بالعينات البيولوجية الخاصة بالجثث، حيث تنقل فريق خاص من خبراء الملحق التابع للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني بالقيادة الجهوية الخامسة على رأسهم عقيد، وقاموا بكل الإجراءات بالتنسيق مع الجهات القضائية من أجل التعرف على الجثث وتسليمها إلى أهلها. لحد الآن تم التعرف تقريبا على كل الجثث، بقيت واحدة تمت هذه العينات قبل ما ننسى يعني يتم ارسالها الى تم ارسالها الى المعهد الوطني للادله الجنائيه وعلم الاجرام للدرك الوطني ببوشاوي عبر رحله جويه من مطار عنابه من اجل القيام بتحاليل لازمه. تم التعرف على كل الجثث، بقيت جثتين، واحده يعني تمت هي في طريقها الى ولايه الطارف حاليا، والاخرى هي التي من هذا المنبر نوجه نداء الى كامل عبر كامل التراب الوطني، اذا كان هناك من لديه يعني مفقود او شخص كان متواجد على مستوى ولايه الطارف يوم اندلاع الحريق، انه يتقدم الى اي وحده من وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني من اجل اخذ عينات، لانه لحد الان هذه الجثه لم يتقدم اي شخص من اجل التعرف
عليها. أما باقي الجثث تم التعرف عليها وستستكمل الإجراءات القانونية مع الجهات القضائية بالولاية ويتم تسليمها إلى أهلها. طيب فيما يخص هذا التدابير وعمليات الإجلاء اللي كانت اللي كنا شفنا فيها مصالحكم ومصالح الحماية المدنية، مصالح أيضا الأمن الوطني، كنا شفنا هبة تضامنية أيضا من خلال ما شهدناه في الأيام الأخيرة، وكنا شفنا أيضا عمليات إجلاء، كيفاش كانت تتمثل يعني لو كان نحكي بالجانب الاجتماعي بما أنك عائد من هناك؟ أكيد الجزائري في هذه الأمور وفي هذه المواقف معروف عنه أنه يكونوا متضامنين ويكونوا يد واحدة، ما كان فرق لا بين الدركي ولا العسكري أو الشرطي أو الحماية أو رجل الحماية أو المواطن، يعني الكل كان يد واحدة من أجل إخماد هذه الحلائق ومنع يعني وصولها إلى أماكن أخرى. كانت يعني كل المجهودات، خاصة أنه الظروف الجوية كانت صعبة في يوم اندلاع الحلائق، حسب يعني إحنا وصلنا متأخرين حسب ما أفراد الدرك الوطني اللي كانوا متواجدين بعين المكان، كانت الرياح قوية جدا وبالتالي منعت حتى من إقلاع بعض المروحيات، خاصة المروحيات الخاصة بقيادة الجوية الخامسة للدرك الوطني، تعذر عليها في اليوم الأول يعني الطلعة الجوية بسبب الرياح القوية التي كانت، وبالتالي يعني كانت هناك تكاتف للجهود ما بين أفراد الجيش الوطني الشعبي، أفراد الدرك الوطني، أفراد الحماية الحماية المدنية، أفراد الأمن الوطني، المواطنين بمختلف شرائحهم، الكل يعني كان يد واحدة من أجل إخماد هذه الحرائق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإجلاء الجرحى والمصابين والمتضررين. على ذكر يعني هذه هناك حديقة على مستوى ولاية الطرف وين هي تعتبر يعني حديقة كبيرة وكبيرة جدا، كانت تعج بال كانوا يروحوا لربما من أجلها كانوا يروحوا المواطنين لربما. نعم، لهذيك الغابة هذه الحديقة كانت تعج بالعائلات والأطفال، يعني عندما وصلنا إلى هناك يعني مدير الحديقة رفقة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني المحلية، يعني شهادات حية شهدناها، يعني حكايات بطولية حقيقة، يعني تمكنوا من إنقاذ خاصة الأطفال الصغار من خلال استعمال المسابح المائية التي كانت متواجدة داخل هذه الحديقة لمنع اختناقهم ومنع وصول النيران، حيث يعني الحمد لله الحديقة لم يتم تسجيل، وهذا ما أكده مدير الحديقة وما أكده قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالطارف، لم يتم تسجيل أي حالة وفاة داخل الحديقة، يعني والحمد لله، وإلا كانت ستكون كارثة لأن الحديقة كانت تعج بالعائلات والأطفال، والحمد لله يعني تم التحكم في النيران وتوجيه العائلات، حتى لا يعني كانت العائلات ممكن اللي كان هرب في حتى الطرق كانت يعني داخل غابات كثيفة، وبالتالي الناس اللي هربت ممكن أنها تعرضت للحرق، خاصة أنه وجدنا حافلة كانت توفى فيها ست أشخاص رحمهم الله داخل الحافلة، لأنه الطريق كان طريق داخل الغابة والنيران كانت محاصرة لهذه الحافلة. يعني حقيقة هي مجهودات جبارة التي يقوم بها المعهد الوطني للأدلة وعلم الإجرام التابع لقيادة الدرك الوطني ببوشاوي، كذلك نضم إليها جهودكم جهود قيادة الدرك الوطني كل حسب اسمه ومنصبه وأسلاك الأمن الوطني وكذلك الحماية المدنية والجهود التي يبذلها المواطنين كذلك في إخماد وإجلاء وكل الهبات التضامنية التي قام بها يعني حقيقة جهود جبارة كثيرا. نعم نعم، يعني الكل ساهم بما يستطيع من أجل إخماد هذه النيران، الحمد لله تم إخمادها. فقط أريد أن أذكر يعني بالجثة التي لم يتم التعرف عليها ولم يتقدم أي أحد يعني من أجل الاستفسار، نوجه نداء لكامل المواطنين عبر كامل تراب الوطن، يعني بإمكانهم ليس فقط التنقل إلى ولاية الطرف وإنما التقدم من أي فرقة إقليمية محلية من أجل تسهيل الإجراءات. هل تم معرفة مثلا في أي عمر تقريبا؟
لا الجثة متفحمة لم يتم التعرف عليها بعد، لحد الآن لم يتم التعرف. الدرك الوطني في انتظار أهل الضحية للتقدم من أجل أخذ عينات بيولوجية من أهل الضحية. هي ذكر أم أنثى؟ لم يتم التعرف عليها بعد، هي جثة متفحمة لا يمكن التعرف عليها. من هذا المنبر مشاهدينا الكرام نجدد الدعوة لكل من له مفقود أو مفقودة في الطرف، فليتقرب من مصالحكم، مصالح الدرك الوطني في أي ولاية، الدرك الوطني في أي ولاية، من أجل التعرف على الجثة التي وجدت في غابة الطرف. نعم هكذا. كختام سيد المقدم عبد القادر بزيو، ما هي النصائح والتوجيهات اللي في كل مرة لازم نتحدث عليها، لكن ما هي الأكثر فعالية في هذا الوقت وهذه الفترة بالذات؟ نحن يعني قبل اندلاع هذه الحالائق يعني قمنا بعدة حملات تحسيسية لفقة مصالح الغابات ولفقة مصالح الحماية المدنية من أجل توعية المواطنين لتجنب الأسباب التي من الممكن أن تؤدي إلى اندلاع الحرائق. يعني نعود نذكر دائما المواطن عليه أن يحتاط، عليه أن يتخذ جميع الإجراءات من أجل عدم الوقوع في المسببات التي قد تؤدي إلى نشوب حرائق. أيضا يعني نجدد تعازينا الخالصة لأنفسنا ولأهالينا الذين فقدوا ذويهم في هذه الحرائق، وإن شاء الله ربي يرحمهم وإن شاء الله ربي يصبر أهاليهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين ونشكر الجميع. تم التكفل بالمصابين كلهم في المستشفيات؟ أكيد في المستشفيات، وتم وضع خلايا تابعة للدرك الوطني على مستوى مستشفى القالة والطارف من أجل استقبال المواطنين في حال ما إذا يعني أرادوا التعرف على هذه الجثة المتبقية. ونشكر الجميع يعني اللي ساهم في إخماد هذه الحلائق، وشكرا يعني. شكرا جزيلا لك سيادة المقدم عبد القادر بزيو رئيس مصلحة الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ونعزي بدورنا كذلك أهالي الضحايا وكذلك الشعب الجزائري قاطبة في هذا المصاب، يعني 44 فقيد ليس بشيء الهين، وأكثر أزيد من 136 ضحية في متواجدين في المستشفيات، يعني رقم لا يستهان به. إن شاء الله نتمنى أن لا تحدث مثل هذه الكوارث مستقبلا.